أنا كنت عايشة حياة عادية واخدة كل حاجة مسلم بيها، لكن لما اختبرت الحياة الحقيقية في المسيح بقى عندي سلام وفرح ومحبة حقيقية حتى في أصعب الظروف. يسوع جه ومات على الصليب علشان يديني ويديك بداية جديدة. هو معايا وأنا مش لوحدي. نفسي كل الناس تعرف ربنا وتختبره. هو غير حياتي وممكن يغير حياتك أنت كمان. يسوع بيحبك.